هو الذي أنزل عليك الكتاب الذي هو القرآن، منه آيات محكمات وأم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إلى هنا لابد من الوقف الآن، ابتداء لحد جديد من المعاني والدلالات. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ذهبوا بدلالات هذه الآية الكريمة إلى أن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. لو عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لرأينا أن القرآن الكريم بكليته محكم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته كله محكم. وأيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كله مثاني وكله متشابه، بدليل قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذن كيف نفسر هذه الآية الكريمة؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات. السر في كلمة آيات، كلمة آيات تعني أحكاما وأدلة وبراهين ومعجزات، ولا تعني مجرد مجموعة كلمات قرآنية مصفوفة في الجملة القرآنية. نحن نقول كلمات الله سبحانه وتعالى تحمل الآيات، كلمات الله يعني النص القرآني يحمل الأحكام، يحمل المعجزات، يحمل البراهين، يحمل الأدلة. إذن كل جملة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي جملة محكمة، يعني تحمل من الأحكام الواضحة الصريحة البينة الجلية التي هي المرجع في الأحكام، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن المرجع. وهذه العبارة ذاتها فيها في باطنها دلالات أخرى يحتاج كشفها إلى الغوص في أعماق النص القرآني. إذن النص القرآني هو ذاته محكم وهو ذاته متشابه. هكذا نستنتج من كلية ما يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن النص القرآني يحمل أحكاما واضحة صريحة بينة محكمة، هي المرجع والأصل في الأحكام، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. وفي هذا النص ذاته هناك دلالات وأحكام وعبر كامنة في أعماق هذا النص يحتاج استخراجه إلى الغوص في أعماق هذا النص الكريم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، طبعا الضمير في منه يعود إلى كلية النص القرآني، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الهاء في كلمة تأويله الضمير يعود إلى النص القرآني وليس فقط إلى المتشابه. ولو كان النص القرآني يتكون من قسمين، قسم محكم وقسم متشابه، يعني هذه النصوص محكمة وهذه النصوص متشابهة كما قالوا، لما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لكان قد قال فيتبعون المتشابهات منه. لا أريد أن أتوسع كثيرا في شرح هذه القضية، لكن أريد أن أقول تقسيم النص القرآني إلى محكم ومتشابه ليس صحيحا على الإطلاق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هنا لابد من الوقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. لماذا الوقف؟ لأن جملة يقولون آمنا به كل عند ربنا لا يمكن أن تسحب على الذات الإلهية، لا تسحب إلا على الراسخين في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. لو قلنا إلا الله والراسخون في العلم لكانت جملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا لكانت تسحب على الذات الإلهية، وهذا مستحيل. إذن عند قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكر إلا أولو الألباب، هنا حد جديد من المعنى والدلالات يتعلق بالراسخين في العلم ولا يتعلق بالذات الإلهية. إذن هذه العبارة التي تبدأ بحرف الواو في كلمة بين قوسين والراسخون في العلم هي بداية لمسألة كاملة جديدة تتجلى عظمة الإعجاز القرآني، بأن هذه المسألة الكاملة هي كاملة في معيار معجزة العدد 19.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القيمة العادية تساوي 323 وتساوي 16 ضرب 17. أيضا في هذا السياق أود أن أقف عند نقطة أخرى، وهي عند قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا هنا وراحوا وجاءوا بروايات قالوا هي فاتحة الكتاب، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم التي نقرأها في الصلاة. أولا النص لا يعطيهم حيثيات ما يذهبون إليه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما قال السبع المثاني أو المثاني السبع. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب معرف وليست نكرة. ثانيا فاتحة الكتاب هي جزء من النص القرآني، يعني لم يقل سبحانه وتعالى ولقد آتيناك السبع المثاني في القرآن العظيم، ليس هكذا النص. النص هو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن القرآن العظيم له خصوصيته التي تميزه عن السبع، عن العبارة سبعا من المثاني. كيف نشرح هذه الآية؟ نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة مثاني ترد في هذه الآية الكريمة ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وترد أيضا في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. كتابا متشابها مثاني، نرى أن كلمة مثاني تتعلق بالعمق المتشابه. ماذا تعني كلمة مثاني؟ ثنى الشيء طواه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ثنى الشيء طواه، ودليل ذلك هو قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. إذن العمق المتشابه، يعني العمق الباطل للنص القرآني، هو عبارة عن مثاني، بمعنى يحتاج الغوص فيه إلى رفع هذه المثاني لرؤية الأحكام الكامنة في باطنها. يعني تصور أن أحدا يريد الغوص في البحر ولدينا درج يدخل إلى أعماق هذا البحر، كلما نزلنا درجة تقابل مثنى هنا، يعني ننزل درجة نرفع الغطاء نستخرج الجواهر عند هذه الدرجة والدرجة الثانية والثالثة وهكذا. إذن القرآن الكريم بكليته محكم، بكليته متشابه، بكليته عبارة عن مثاني، عمقه المتشابه عبارة عن مثاني. هذه الحقيقة نراها في معادلة تختزل هذا الموضوع وتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والعقل البشري من بعده أعطي القدرة على الغوص في أعماق النص القرآني سبع درجات. يعني ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني يستطيع العقل البشري ويستطيع صلى الله عليه وسلم أن يغوص في أعماق النص القرآني سبع درجات فقط ليستخرج لنا السنة الشريفة من أعماق النص القرآني. النص القرآني أكثر من سبع درجات، لكن العقل البشري لا يستطيع الغوص في أعماقه أكثر من سبع درجات. هذه الحقيقة التي نشرحها نراها مجسدة في المسألة الكاملة التالية، الكاملة في المعنى والدلالات، والكامنة في معيار معجزة العدد 19 في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني تساوي 154، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يساوي 204. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه المثاني يساوي 269، المجموع يساوي 627 يساوي 19 ضرب 33. يعني العبارات المكونة لهذه المسألة الكاملة تتكامل في تصوير هذه الحقيقة. وظيفة السنة كما بينا هي استنباط الأحكام الباطنة في أعماق النص القرآني، والسنة لا تملك صلاحية أصلا أن تضيف أحكاما إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كتاب الله تعالى ليس ناقصا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآن لننظر في المسألة الكاملة التالية كيف أنها تختزل هذا الموضوع، وكيف أن وظيفته صلى الله تعالى عليه وسلم هي أن يحكم بما أراه الله، يعني بما يستنبط من أعماق كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. القيمة العادية يساوي 399 يساوي 16 ضرب 21.
الآن لو أخذنا العبارة لتحكم بين الناس بما أراك الله، لرأيناها جزءا من مسألة كاملة تؤكد صحة ما نذهب إليه في تفسيرنا للمثاني، ولكون السنة الشريفة هي استخراج الأحكام الباطنة في أعماق النص القرآني. يقول تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله تساوي 136، ولقد أتيناك سبعا من المثاني تساوي 154، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تساوي 204، المجموع يساوي 494 يساوي 16 ضرب 26. إذن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى متكاملة متعاضدة في تصوير أي قضية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس فقط هذه القضية. يعني لا يمكن لحكم نستخرجه من كتاب الله سبحانه وتعالى بشكل واضح وصريح وبين، لا يمكن له أن يتعارض مع أي حكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا لننظر في المسألة الكاملة التالية والتي نأخذ منها عبارة من الآية الكريمة الكاملة التي رأيناها قبل قليل، لنرى كيف أن ما نذهب إليه يحمله كتاب الله سبحانه وتعالى لغة كمسألة كاملة تنعكس تكاملا في مجموع الحروف المصورة لهذه المسألة الكاملة. تقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله تساوي 271، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تساوي 204، المجموع يساوي 475 يساوي 16 ضرب 25. أيضا ينظر في المسألة الكاملة التالية، الكاملة في المعنى والدلالات والكاملة في القيم العددية، لنرى كيف أن كتاب الله سبحانه وتعالى يحمل تبيانا واضحا صريحا جليا لهذه المسألة. يقول تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني تساوي 154، وقد أتيناك من لدنا ذكرى تساوي 131، المجموع يساوي 285 وتساوي 19 ضرب 15. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كل نص فيه يحمل دلالات واضحة صريحة بين جلية لا تختلف فيها الأذهان، لا تختلف فيها العقول، هي الأم والمرجع للأحكام التي يريد الله تعالى منا أن نتبعها. وهذا النص ذاته في باطنه أعماق متشابهة هي مثاني يحتاج استخراجه إلى الغوص في أعماق النص القرآني. والله سبحانه وتعالى أعطى العقل البشري الغوص في أعماق النص القرآني 7 درجات: العمق المتشابه أو العمق الموجود في باطن النص القرآني اليوم قد لا يكون كذلك في الغد، والعمق الذي كان متشابها بالأمس قد لا يكون كذلك اليوم. بمجرد استنباط الحكم من النص القرآني يتحول من العمق الباطن إلى العمق الظاهر. وهذا أكيد، يعني أحكام كتاب الله سبحانه وتعالى، دلالات كتاب الله سبحانه وتعالى ليست فقط التي نراها، يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى من الأحكام والدلالات من المعاني ما لا يحيط به مخلوق. وإلا كيف نفهم الكثير من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي تؤكد لنا هذه الحقيقة؟